صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 32 لسنة 2024 بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي. جاء فيه بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 15 لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتعديلاته، وتجسيدا للأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وانطلاقا من رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، أمرنا بالآتي: المادة الأولى: تنشأ جائزة تسمى جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة الجائزة، ويكون جلالة الملك رئيسا فخريا لها. المادة الثانية: تكون الجائزة ذات طابع دولي، وتمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتعايش.